مرحبا أطفالي الأعزاء، درسنا اليوم لا زال يتضمن ضمن محور تنظيم الفضاء. تنظيم الفضاء، ولكن الدرس سيكون أمام وراء. أمام وراء، لقد رأينا داخل وخارج، كما رأينا أيضا فوق وتحت. اليوم سيكون درسنا هو أمام وراء. فلنقرأ السؤال. أرسم فراشة أمام الدجاجة وزهرة وراءها، ثم ألون الزهرة بالأحمر والفراشة بالأصفر. إنه سؤال طويل، لذلك سأقوم بتقسيم هذا السؤال. أرسم فراشة أمام الدجاجة، سأنتهي إلى هنا وسأنجز الجزء الأول من السؤال. ماذا يقول؟ أرسم فراشة أمام الدجاجة. أمام الدجاجة هي أين وجهها؟ من هذه الجهة أم من هذه الجهة؟ نعم، وجه الدجاجة من هذه الجهة، بمعنى هذا هو أمام الدجاجة، هذا هو أمامها. سأرسم فراشة، هذه فراشتي الجميلة التي ستكون أمام الدجاجة. نعم، هذه فراشتي وهي أمام الدجاجة. هذا الجزء الأول من السؤال لقد أنهيناه، هذا هو الجزء الأول. فلنمر إلى الجزء الثاني. وزهرة وراءها، من هي وراءها؟ وراء الدجاجة. أضع خطا هنا، هذا الجزء الثاني من السؤال. علي رسم زهرة وراء الدجاجة، هذا وجه الدجاجة، هذا أمامها، إذن فخلفها هو أو وراء وهو هذا. سأرسم أنا الآن زهرة وراء الدجاجة. أحسنتم يا أطفال، أنتم تتبعون درس اليوم بكل انتباه. هكذا أكون رسمت زهرتي وراء الدجاجة. أحسنتم. سننتقل إلى الجزء الثالث من السؤال. ثم ألون الزهرة بالأحمر. سأتوقف هنا لألون زهرتي بالأحمر. أين هي الزهرة يا أطفال؟ هي هي، سأختار اللون الأحمر، ها هو اللون الأحمر، وألون زهرتي كما هي أو كما طلب مني السؤال. ها قد لونت زهرتي بالأحمر. ماذا تقول آخر السؤال؟ لم يتبقى لدينا سوى والفراشة بالأصفر. طلب منا تلوين الفراشة بالأصفر. أين هو اللون الأصفر؟ هذا هو اللون الأصفر. سأقوم بتلوين الفراشة باللون الأصفر. أحسنتم أطفالي. هل رأيتم عند تقسيم السؤال إلى أجزاء أكون أنجزته بطريقة صحيحة؟ على خاطر كي نقرأ السؤال، كي يبدأ السؤال طويل هكا، كي نقرأه نضيع، ما عادش نفهم شنو نعمل الأول شنو نعمل شي الثاني. هذاك علاش يلزمني نقرأ السؤال بشوي بشوي ونقسم هكا بالخط كما عملت أنا، ونخدم بشوي بشوي. مثلا نعطاني مرة الأولى باش نرسم الفراشة أمام الدجاجة، نحبس غادي نمشي نرسم الفراشة أمام الدجاجة، ومن بعد نرجع للجزء الموالي. أحسنتم. الآن سأنتقل إلى السؤال الموالي، وهو يقول أحيط بخط مغلق، ما يوجد وراء السلحفاة، وألون ما يوجد أمامها. كالعادة باش نقسم السؤال متاعنا، أحيط بخط مغلق، ما يوجد وراء السلحفاة. نحبس لهنا،
أين هو وراء السلحفاة؟ هذا وجه السلحفاة، إذن هذا أمامها. لا، ليس هذا ما سأحيطه بخط مغلق، وإنما هذا هو وراءها. سأحيط هذه السمكة بخط مغلق لأن هذا ما يوجد وراء السلحفاة. أحسنتم أطفالي. لنكمل الجزء الثاني للسؤال، وهو يقول وألون ما يوجد أمامها، بمعنى السلحفاة مش الأول ما يوجد أمام السلحفاة. هذا وجه السلحفاة، بمعنى أن هذه الإجاصة هي أمام السلحفاة. سأخذ هذا اللون وألون الإجاصة بلون أحبه. هكذا أطفالي أكون قد أكملت تلوين الإجاصة. الآن سأقوم بمراجعة ما أنجزت. هذا أمام، هذه الإجاصة هي أمام السلحفاة، وهذه السمكة هي وراء السلحفاة، كما هو كذلك بالنسبة للفراشة هي أمام الدجاجة، والزهرة هي وراء الدجاجة. سنمر الآن إلى التمرين الموالي. التمرين الموالي أطفالي الأعزاء هو أتدرب على الكتابة، كما تدربنا على كتابة فوق وتحت سنتدرب على كتابة أمام وراء، أمام وراء، لنستعملها في بقية التمارين. أبدأ بكتابة أمام كالعادة. أنا مش نكتب مرة الأولى كلمة واحدة من كلمة أمامة، مرة واحدة باش نكتبها، وانتم في المنزل باش تكملوا بقية الكلمات على حسب النقاط الموجودة في وسط الكراس باش تستنسوا بكلمة أمامة. ما تنسوش الكلمة أمامة. توا أنا باش نكتب كلمة وراء، وراء، هكذا تكتب كلمة وراء. هكا أصدقائي كون أنا كتبت الكلمات، أنتم مش باش تكتبوها مرة واحدة كيفي أنا، وإنما باش تكملوا بقية الكلمات. توا باش نمروا للتمرين الموالي. التمرين الموالي يا أطفال هو أن أكمل بكلمتي أمام أو وراء، والسؤال يقول أكمل بأمام أو وراء. أعيد، أكمل بأمام أو وراء. إذن أنا توا باش نشوف التصاور اللي موجودين قدامي، وبعد باش نكمل الجمل التالية. ماذا تقول الجمل يا ترى؟ الفراشة هل هي أمام أم وراء ربابة؟ الأرنب أمام أو وراء ربابة؟ الزهرة أمام أو وراء ربابة؟ القط أمام أو وراء ربابة؟ سنبدأ بالتدريج. أين رباب يا أطفال؟ ها هي رباب، وهاته فراشة، وهاته زهرة، وهذا الأرنب، وهذا القط. فلنبدأ بالجملة الأولى. الفراشة هل هي أمام أم وراء ربابة؟ أين الفراشة يا أطفال؟ ها هي الفراشة، وأين رباب؟ رباب ها هي، هذه رباب وهذه الفراشة. هل الفراشة أمام أم وراء رباب؟ لنرى وجه رباب
أين هو؟ وجه رباب يلتفت إلى هذه الجهة، بمعنى أن هذا هو أمام رباب، هذا الجزء هو أمام رباب لأنها تلتفت إلى هذه الجهة، وهذا الجزء هو خلف رباب. أحسنتم. إذن الفراشة هي وراء. أحسنتم، وراء. ما ننساوش التمرين اللي قبل، تعلمنا كيف نكتب كلمة أمام ووراء. إذن الفراشة وراء، وراء رباب. أعيد، الفراشة وراء رباب. فلننتقل إلى الجملة التالية. الأرنب هل هو وراء أم أمام رباب؟ أين وجه رباب وأين تلتفت؟ إلى هذه الجهة. أحسنتم. وأين الأرنب يا أطفال؟ نعم، إنه هنا وهو أمام رباب. أحسنتم. إذن الأرنب أمام، أمام، أمام رباب. الأرنب أمام رباب. والزهرة هل هي أمام أم وراء رباب؟ إذا كان الأرنب أمام رباب فالزهرة هي خلفها، إذن وراء. الزهرة وراء رباب. الزهرة وراء رباب. فماذا تبقى لدينا يا أطفال؟ القط. هل القط أمام أم وراء رباب؟ نعم، إنها تحتضنه، إذن القط أمام رباب، فهي تنظر إليه. القط أمام رباب. فلنكتب كلمة أمام. القط أمام، أمام رباب. فالآن أقوم بقراءة الجمل كاملة. الفراشة وراء رباب. الأرنب أمام رباب. الزهرة وراء رباب. والقط أمام رباب. أحسنتم يا أطفال، لقد انتهى درس اليوم وتعلمنا ما معنى أمام ووراء. أمام هو أن تكون الأشياء أمام الشخص، أي أين يلتفت أو أمام وجهه، ووراء هي الأشياء أو الرسومات التي وراء الشخص عندما يعطيها بظهره، إذن هي مقابلة لظهره وهنا مقابلة لوجهه. هكا أصدقاء الصغار، أنا بسطت لكم الدرس بكلمات أنتم تفهموها باش ما تغلطوش ما بين وراء وأمام. انتهى درس اليوم يا أصدقاء، إلى اللقاء.